شهيوات مجربة ولديدة مع هدى اليداري. شاف هدى اليداري صباح الفل حبيبتي، لاباس عليك؟ واش مزيان؟ الحمد لله. طولي عمرك، ما جاكش الشيطان من البارح اليوم؟ الصباح الصباح مره اخرى تنقول لك مبروك فولا. الله يبارك فيك حبيبتي. جاك الشيطان الصباح؟ اش قال؟ لا ماشي جاني، لا بعد البارح خصك تحكي لي. انا البارح في المدرسه وخرج كنقول لصاحبتي بسلامه، ونسيت راني ياسرين ديال الزيف معنا في ليكول، ما كاين لا رجال لا والو، كاين غير العيالات، كل العيالات معنا. فملي كندخل كنحيد الزيف، عرفتي الواعره، خرج كنطل في الباب وكنقول لها سلام، وانا ندير لها كيبان لي الناس ديزم ديالها، ويلي 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 الزيف مشى شويه شويه تعاودي شويه شويه ان شاء الله. كنت دابا كنقول لبنتي معايا ناديه، كنقول لها غير نبان لك خارجه عتقي الزيف ورجعيني ما نخرجش بلا زيف. انا بصح هي شويه تاخذ وقت باش تولي في طبيعي، زعما راك هكا بزاف، ولكن بيني وبينك كتلقى واحد الراحه والله. هو اكيد. طيب غادي ناخذ الوصفه ديال اليوم، واش غتقترحي علينا اليوم حبيبتي؟ عندنا واحد النوع جديد ديال لي صابلي كيقولوا بالكرانش، لي كرانش ولي سيليكون، هو كيكون ديك الكرانش ديك الطبقه المقرمشه وبالكراميل. حنا عطينا ديجا الطريقه ديال التحضير ديال الحليب المركز المحلى بالكراميل، اليوم غنعطيو الطريقه ديال صابلي، ولكن هذا اللي جديد دابا اللي ولا جديد يعني كثير ثمنه، دابا واصل 150 درهم. شكل جديد رائع بزاف ومذاق الأوزبين. غادي يكون حتى الحليب المركز المحلى بمنسمات، بحال اللي قلنا ديك النهار غادي نبداو نسمو الحليب المركز المحلى. اذا غادي نبداو، غادي تاخذوا وقت تلقاو ستيلو معايا وتقيدوا مزيان، تبعوا غير الطريقه، ماشي صعيب سهل، غير نتبعوا بالضبط المقادير ديالو. يلا نبداو. اذا عندي ربعه ديال الزبده ديال العبار، كتبي 250 غرام ديال الزبده ديال العبار. عندنا صفر بيضه وبيضه. عندي نصف كاس ديال الزيت المائده. اذا ربعه ديال الزبده ديال العبار، عندي صفر بيضه، عندنا بيضه كامله، قبصه ديال الملحه، نص كاس ديال زيت المائدة، عندي معلقة كبيرة ديال بودرة اللوز اللي كيكون محمر ومطحون، عندي كاس ديال السكر كلاصي، عنبة. أيام طبعا ديما كنخدمو بالعنبة. عندي روح النوكا، لاغوم نوكا، نكهة النوكا، أو اللي ما توفرش عنده النكهة ديال النوكا ممكن يستعمل نكهة الكراميل، أو لا كنكتفيو فقط بهذا بالفاني، يعني إلا ما في حالة ما لقيناش فنكتفيو بالفاني. كنستعمل فيهم ساشية ديال الفلون، ديك الساج الفلون ديال درهم، وكنستعمل ربع معلقة صغيرة ديال سكينجبير. سكينجبير بودرة بطبيعة الحال، حبة ضروري يكون عندنا سكينجبير اللي زوين، يعني ماركة مزيانة، النسمة ديالو زوينة، ما يكونش سكينجبير اللي مخلط. معلقة كبيرة يالاش سكينجبير، وأربع معلقة صغيرة، أربع معلقة صغيرة، أربع معلقة صغيرة حتى نص معلقة على حسب النكهة واش بغيناها تكون جاية كثيرة. هي أربع معلقة كتعطيه واحد النكهة رائعة بزاف، غير أربع معلقة رائعة في النكهة ديالها. واش غنسميو هاد الصابلي؟ هذا كنسميوه صابلي بريستيج بالشوكولا وليكرانش، حنا كنسميوه صابلي بريستيج بليكرانش وبالشوكولا. كناخدو مني كنديرو هاد الخيط كله كنمجوه، كندير نزيدو فيه الطحين بشويه بشويه، هنا ما كاينش خميره نهائيا، كنبداو نديرو الدقيق بشويه بشويه. حنا كنضيفو الدقيق كيوصل من 600 غرام حتى 750 غرام على حسب، غير يتجمع ليا مزيان بين يديا. من 600 من 600 حتى 750 غرام على حسب اللي غادي يهز لينا. كنجمعوا مزيان الصابلي ديالنا، ملي كنجمعوه كنطلقوه بين جوج ميكات من طبيعه الحال، ما نخليوش يرتاح، ما عندكلاش. فمجرد انك ديري غسلي يديك، مسحي له الطبله ديالو، ديري جوج ميكات، بدي تلقيه تلقيه عادي. كنقطعوه على شكل مستطيل، كنقطعو على شكل مستطيل ما كيتلصقش، لان هنا كنعرفو بان الصابلي ما كيكونش كيلصق، كنقطعو شويه غليظ لان ما فيه لا خميره لا والو،
فبالتالي ما نخافوش منه، يعني ممكن نقطعوه عادي شويه غليظ شويه، ماشي نغليظ بزاف ولكن شويه. كنخلي نقطعوه مستطيلات، هنا المستطيلات اللي غادي نقطعوه يعني القطعه اللي غادي نقطعوها خاصها تكون على قد السيليكون، فكاين السيليكون اللي مستطيل وكتشري ليه القطعه اللي هي ديالو حيت هذا كيتفينا بالسيليكون. فمنين نمشي نشري داك اللي طويل، يا اما كيكون مشرط وانا كنحب هذاك اللي كيكون مشرط من الفوق من السيليكون، ملي كتقلبي بحال دابا من الجهه اللي غادي تخرج لك كيبان لك مستطيل وفيه واحد الشراطي، فهذا كيجي رائع بزاف في المنظر ديالو، اولا كيكون على شكل بومبي يعني شكل دائري من الفوق بحال نصف دائره وهي طويله. هما نفس الشكل، يعني ممكن ديريه مربع كيف ممكن ديريه على شكل نصف دائره، لكم حريه الاختيار. المهم خص القطعه ديالو تكون ديالو يعني حيت الصابلي غادي تفينا به. غادي نكملوا داك الصابلي ديالنا وغادي ندخلوا للفران. طبيعة الحال كنقولوا الصابلي دائما ما كنرشوا ما كندهنوا ما والو، لاطا دائما بابي كويسون ورق الطهي، الا ما كانش ورق الطهي كنرشوا شويه ديال الدقيق، شويه ديال الدقيق خفيف كنرشوا الدقيق وكنضربوا اللاطا باش ما كيبقاش كتحيد ديك الزوائد ديال الدقيق. كنديروه في لاطا كندخلوه الفران ديالو حتى كيتحمر 10 دقائق الفران. كنعرفوا دائما الصابلي ما كيبغيش الفران يكون سخون، كيبغي ندخلوه العافيه نخليه نشعلو الفوق والتحت، ولكن دائما الفوق يكون مهيل. في حاله عندي الفران غير لتحت ما كيشعلش الفوق حتى كيتحمر شويه من تحت وكنهبطو لتحت باش كياخذ اللون ديالو ذهبي. من بعد كناخذوا الحشوه اللي غادي نبداو بها. اذا اول حاجه كنديروها هي كناخذوا المود سيليكون بعد ما كيتغسل. هنا واحد الحاجه اللي مهمه خصنا نعرفوها، السيليكون ما كيتمسحش بالزيف نهائيا، اول ما كيتغسل السيليكون سواء خدمتي به او جديد ما عمرك تمسحيه بالزيف، لانك كتخرجي عليه، لانك كدير تمسحي كدير تقلبي وكدير تجري فيه بارفو كيتثقب مع داك، لان السيليكون كنعرفوا السيليكون سي بلاستيك، فدائما السيليكون يتغسل يتقطر مزيان ويتحط في الفران في لاطا، نحطو في لاطا وندخلو الفران يعني كينشف واقف في الفران، ما كيبغيش نهائيا شي حاجه سميتها الزيوفه او لا نبقى نشف فيه، او يعني ني طيبي الفران يكون عندك سخون ما تشعليوش الفران بوحدو، ولكن كل فران مسخون طفيتيه حطي فيه السيليكون تينشف وخزنيه حتى في الاستعمال ديالو. دابا الا جبناه جديد ضروري كنجيبو كنغسلو كنشفوه شويه الفران. كناخدو اول حاجه كندوبو الشكلاط، كندوبو الشوكولا كندوبو 500 غرام ديال الشكلاط، 500 غرام تقدر تشيط لكم منها، يعني ما غاديش نقولوا حنا 500 غرام كلها نص كيلو راه غادي نستعملوها كلها في هذاك، ولكن غير للاحتياط باش ما رابعه غادي تجيك قليله على، فدائما كنفوتوا رابعه في هذه المقادير ديال هذا الصابلي. اذا هنا باش ناخذوا صابلي اللي هو بريستيج كنعرفوا دائما الشوكولا خصها تكون غيش، فلي شوكولا غيش، لي شوكولا غيش هما غاليين شويه الثمن ديالهم، مي كنقدر ناخذ رابعه ديال الشوكولا غيش وناخذ رابعه ديال الشكلاط العادي باش نخلطهم جوج بهم، كندوبهم في حمام مريم وكنبدا ناخذ المولد السيليكون ديالي لان خدمت به. كنبدا كندير فيه معلقه كبيره ديال الشكلاط وكندهن الجوانب ديالها حتى كله كيولي عندي بحال اللي كندهن داك المولد السيليكون، يعني بحال اللي كنعطيه واحد القشره ديال الشكلاط تكون غليظه شويه، يعني دائما معلقه كبيره كنديرها وكندهن يا اما بالشيته اولا غير بالمعلقه بحال اللي كنغلف داك القاعده كامله، يعني الجوانب والتحت ديال السيليكون كامل كنغلفه بالشوكولا، يعني هذه الحلويات تبارك الله الحاد كات غادي يعرفوني علاش كنهضر، معلقه وكنغلف المول ديال السيليكون بالشكلاط. امينه كتشوف فيا يعني ما فهمتنيش فمتعيش كنقول لك معلقه نيتي معلقه كبيره لان مول السيليكون راه قد هكا راهي صغير اي يعطيك السالفه كتغلفيه صافي وكتدخليه الثلاجه المجمد واحد 5 دقائق حتى كيجمد ديك الشوكولا، حيت انا ما بغيتوش يخسر ليا، انا بغيت لا فورم ديالو تبقى مقاده. فمنين كيخرج كناخذ لا فيولتي اللي هضرنا عليها او لا باتي اللي هضرنا عليها ديك السيمانه، الطريقه ديال التحضير ديالها اللي عطيناها لي كرانش شي حاجه كتقرمش، راه حنا كنا عطينا ديال باتي كرانش اللي هضرت عليها ديك النهار وعطيتها، غتلقاوها في شدة الأسرة كاينه. فغادي ناخذ منها 150 غرام، هي كتكون خفيفه، كناخذ 150 غرام كنزيد عليها واحد مقدار واحد نص كاس الكاس لا روب ديال الحليب المركز المحلى، يعني القياس اللي غيخلطها، وهي كاس لا روب كيجيها مخير. هنا الحليب المركز المحلى اللي غندير غادي نسمو، انا شخصيا الرائع في هذه الحلوه ملي كنبغي ندير انا هذه كتبقى اجتهاد منكم، انا ملي كنبغي نديرها كناخذ داك الحليب المركز المحلى ملي كنديرو كنخلط مع ليكرانش
كنخلطوا هو بها ملي كنخلطهم نقسمهم على الزليفات على اربع زليفات. هذا كندير فيه الروح ديال الحامض, هذا كندير فيه الروح ديال النوكا, وهذا كندير فيه الروح ديال الفرامبواز, والاخر كندير فيه روح الاناناس. فكتبقى اولا كممكن نشري روح وحده يعني اروم وحده ونستعملوها, ما نحتاجوش بان نستعملو بزاف. ولكن الرائع بيني وبينك امينه ملي كتاكلي حلوه وحده كتلقيها بالاناناس والاخرى كتلقيها بالحامض والاخرى هي نفس الصابي ونفس الموديل, ولكن مادام ملي كيبدا ياكل هذا هو الرائع حتى الكليان تعجبهم الحال. قالت لك زوين باننا كنلقاو كل وحده في شكل, كنضيفوا معلقه كبيره ديال لي كرانش فوق ديك الشوكولا اللي هي جمدات ياك, وكنديروا وكنغطيو داك لي كرانش كلها بالشوكولات, كنغطيوها بالشوكولا. مجرد بانني كنغطيها بالشوكولا كندخل المجمد حتى كتبرد بحال اللي فاغسيت الشوكولا, بحال درت لي شوكولا فاغسي خرجتهم من المجمد ندخلهم المجمد حتى يجمدوا ليا مزيان, وملي كيخرجوا كندير قطيره ديال الشوكولات فوق الصابلي, نقطه ديال الشوكولات فوق الصابلي كنلصقوا عليها, كنلصق صابلي عليه ديك الشوكولا اللي عندي معمره, صافي كيولي عندي لي صابلي بريستيج بصحه وراحه. يعطيك الصحه. نوقفوا مع فاصل سريع نرجعوا لكم مستمعين الطلبات ديالكم هذه المره على 0522 36 0 35 او 36 10 36. مرحبا بك مره اخرى شيف ودالي داري حبيبتي. قبل ما غادي ناخذ اتصالاتكم دابا شويه غادي نشوفوا فقط الطلب ديال المستمعه كريمه كانت اتصلت بيا البارح هي فاطمه سولت على البقايا ديال حلوه اللوز يعني الكعبه وما شابه, كتقول يعني كتبقى لينا كتبدا كتكرم يعني ما كتعرفش شنو غادير بها, فإلا عندك شي طريقه معينه فهاد الاثناء طبعا يمكن لكم تتصلوا بنا على 0522 36 10 36 ولا 0522 36 0 35 36. حبيبتي اذا بقايا ديال حلوه ديال اللوز رائعه لان كتولي عندنا هنا غادي نستعملوا, غادي نرجعوا الحليب المركز المحلي اللي حنا تعلمنا كيفاش نصوبوه في البيت واللي حنا هضرنا عليه ما نبقاوش نستعملوا هو, ولكن دائما من اضافه المنسمات. هنا غادي نرجع لواحد النقطه اللي مهمه, حتى الناس اللي ما لقاوش النكهات او لا غوم او لا الروح ديال شي حاجه ممكن يستعملوا قشره الحامض, قشره الليمون, معلقه ديال عصير الحامض او لا معلقه ديال عصير الليمون, هادو كيحل محل النكهات اللي هي كانوا وقفوا عندها لان بعض المدن او بعض الاماكن اللي ما كنتوفروش فيها على النكهات, فما نوقفوش وما نبقاوش نقولوا راه ضروري خاص يكون عندي هاد النكهات. حتى الناس انا دابا ملي كنا في خرجنا يعني في ايطال هذا لابيب فكرت في الناس اللي ما عندهمش المول ديال السيليكون, يعني الاماكن اللي ما كيوصلش عندها المول ديال السيليكون او ما عندهمش هاد الباتي اللي هضرنا عليها ديال القرمشه. انا عطيت كيفاش تصاوب لان كنا ممكن نصوبوها في البيت, يعني ما بقاش حكر غير على المدينه او لا حتى الناس اللي في الباديه ممكن يحضروها, كنا عندنا فرارن كلشي عنده الزبده كلشي عنده الدقيق فيصوبوها وعوض ما نديروا المول ديال السيليكون يستعملوا نفس ديال الصابلي, وعوض ما يستعملوا المول ديال السيليكون ياخذوا يصوبوا الحليب مركز الحليب في البيت الكراميل ويصوبوا الباتي في البيت اللي هضرنا عليها باتي كرانش اللي كهضرنا عليها فيصوبوها في البيت ديالهم, يبداو يتعلموا كيفاش يصوبوها في الدار ويخلطوها ويديروها حرابل ويغطسوها في الشوكولا ويستعملوها فوق لي صابلي, يعني يقطعوا لي صابلي على شكل مستطيلات ويديروا حرابل ويتغطسوا في الشوكولا ويتحطوا فوق من لي صابلي, هكذا غادي يحصلوا على نفس الشكل فقط غير شكلا راه مختلف لكن نفس المذاق. وبالنسبه بقايا ديال الحلوه ديالو سهله, غادي نطحنوها غادي نضيفوا عليها الحليب المركز المحلى نطحنوها تولي بودره بودره يعني بودره لا في اندو تخواني تطحنها فتولي عندي بودره. ملي كتولي بودره كنضيف عليها الحليب المركز المحلى, كنضيف عليها شويه ديال القرمشه اللي هذه ما تجيناش حلوه, هي اصلا حلوه لا ما كتكونش حلوه بزاف كين يعني كاين حليب مركز غير محلى غير محلى بطبيعه ولكن ما غتعطيكش ما تعجبكش في المذاق ولا انا مجربها بها ما عجبتنيش ولكن زينه غادي تجي حلوه بزاف لا ماشي انت الحلاوه زعما الزايده او الا زدت السكر تسمحوا في ديك الحلوه لا ممكن يا اما كنزيدوا لها الحليب مركز محلى او نرجعوا كنديروا بها حتى القاعده ديال لي تشيز كيك, يعني القاعده ديال تشيز كيك اللي هي كنضيفوا عليها بيضه كنضيفوا عليها معلقه كبيره ديال الزبده وكنطر يعني نخلطوا كل شيء وكنبداو كنديروا على شكل عجين وسط من المول ديال تشيز كيك. طيب طبيعه الحال كيطيب شحال عنده 10 دقائق بالعكس تحيد ديك المذاق البروده اللي في الحلوه ديال اللوز. طيب. مع البيضه مع معلقه ديال الزبده وكديري هذه لما تكون
طرو سكري ما بغيتش تكون حلوه بزاف. الناس اللي كيبغيو الحلاوه بزاف غنخليو لهم الحليب المركز المحلى وكياخذوا نفس الشكل اللي هضرنا عليه دابا. كاين المول 027 اللي هضرنا عليه دائما ديك النهار قلنا مالك السيليكون هو 027. هذاك 027 كنديروا فيه الشوكولا وكنطلعوا الجوانب ديالو حتى هو بحال اللي كندهنوا داك الجوانب بحال اللي هضرنا المره الاولى بحال فسرت المره الاولى. فالجوانب ديال المول ديال السيليكون كتدهن كلها بالشوكولا وكناخذوا كويرات ديال هذا العجين. هنا هاد العجين اللي حضرناه من عجينه ديال اللوز والحليب المركز المحلى كراميل ممكن نضيفوا عليهم شويه ديال اللوز اولا باش جينا واحد القرمشه اولا نضيفوا عليه لافيولتين بحال اللي قلنا يعني الباتي اللي كتكون مقرمشه اولا نضيفوا عليه شويه ديال الكوك واحد 4 المعالق ولا 5 المعالق كبار ديال الكوك كنضيفوا على هذا الخليط وكنديرهم كويرات وكنديرهم وسط داك السيليكون بطبيعة الحال من بعد ما الشوكولا كيجمد على كندخلوه للمجمد يعني بعد ما دهنا المول السيليكون الجوانب ديالو كلها بالشوكولا كنرجع كندير كويره شويه متوسطه وكنبسطها وكنديرها الوسط وكنغطيها بالشوكولا. هكذا كنقدموها على شكل حلويات بارده يعني حلوه بارده وهي باللوز كتسمى حلوه بارده مي كتكون بالشوكولا. ودائما كنقولوا الا بغينا حلوه تكون زوينه دائما 250 غرام ديال الشوكولا غيش. اما الا توفر عندي الشوكولا غيش نص كيلو نستعمل نص كيلو كامل وكنقدموها بالصحه او الراحه او لا بحال اللي قلنا نرجعوا نخدموا بها لي تشيز كيك. نعم وغادي نمشيو غادي ناخذوا دابا الاتصالات ديالكم اللي طبعا هي مباشره على ارقامنا. معنا حنان. السلام عليكم. عليكم السلام. اختي امينه لاباس عليك؟ مرحبا بك حنان الله يبارك فيك. لاباس الحمد لله. كنبغي نهضر اختي مع اختي هدى. نعم. لاباسي كدير اختي لاباس عليك؟ الله يطول لي عمرك حبيبتي ربي يحفظك. اخبارك؟ الله يحفظك ليا من جيك. لاباس الحمد لله. ما عرفتينيش انا اللي كنت الدنيا ولاد الشيار. اهلي مرحبا. مرحبا لاباس عليك دير ما صحا الحمد لله. ربي يخليك اختي. بغيت نسولك على المحل ديالك هنا بني ملار ما لقيتوش؟ لا حبيبتي غدا ان شاء الله غادي تلقاي غدا بعدا هادي الله كنت غادي نقولها. فغدا ان شاء الله غادي يكون عندي غدا في العشيه الافتتاح ديال المدرسه الجديده اللي فيها المواد ديال الحلويات اللي فيها الناس اللي نزل عن طلبات بزاف ديال النساء ديال بني ملال. وانا كنشكرهم من برشا داي فهم لان تقريبا بني ملال من الاول لاخر كتسمع شي داي فهم. امين تبارك الله ما شاء الله اللهم لا حاسب. فكنقول لهم مرحبا بكم معايا غدا والخميس ان شاء الله غدا الخميس والجمعه في الافتتاح ديال المدرسه اللي غادي يبغيو يتعلموا اولا الناس اللي بغاو يشريو العطريه. بزاف بزاف الناس سولوني على العطريه هدى فين كتكون في بني ملال. فغدا ان شاء الله الافتتاح مرحبا بكم غدا في العشيه والجمعه مرحبا بكم. تبارك الله عليك وكنتمنوا لك ان شاء الله حد سعيد يا رب ان شاء الله في المدرسه ديالك يا رب حبيبتي. ناخذوا اتصال اخر. السلام عليكم. مرحبا. الو. نعم شكون معنا؟ نعيمة من الصران. نعيمة. نعم. الله كاع الناس تبني من الله. لاباس عليك يا نعيمة. الله يبارك فيك. كلشي مزيان. الله يبارك فيك الحمد لله. كدير اختي هدى لاباس عليك؟ الحمد لله حبيبتي نعيمة. أفرار عندكم شي برد شوية؟ إيوا شوية حنا زينا ما بين الجبال كاين فيها. أفرار واحد البلاصة أمينة بعيدة شوية على بني من الله كيتميزوا بزاف باللوز لأن عندهم اللوز كثير ياك نعيمة؟ اي حنا حدا بين الويدان. ايوا اختي بصحتكم رائع هذاك المنظر زعما سعداتكم. صراحة الطبيعه زوينه والمنظر زوين. مرحبا الله يطول عمرك حبيبتي ربي يحفظك. راكم عزاز علينا صراحه كتفيدونا بزاف. الله يبارك فيك الله يبارك فيك نعيمه اختي الله يجزيك بخير. مرحبا. تفيدوني بيت واحد قال الله. نعم مرحبا. بغيت كيفاش نجمدوا الليمون كيفاش زعما نحتفظوا به في نحتفظوا به ايه. واش بغيتي هكاك حبيبتي يبقى يعني محتفظ كامله اولا بغيتيه العصير ولا لاش بغيتي؟ بغيت مثلا عصير ديال الليمون كيفاش نحتفظوا به؟ واه اوكي حبيبتي يبقى عندنا مده طويله. واخا مرحبا كل فرح. شكرا لك. مرحبا شكرا على اتصالك. بعدا انا الرساله الاعلاميه والانسانيه تفرض علي نقول هذه الهضره. دابا واحد القضيه ولينا كنديروها جديده ولينا بغينا كل شيء يبقى عندنا العام كامل. ليمون يبقى الفريز يبقى لا والغريب انه تمشي شي ناس وتيجبدوا زعما على اساس انه راه شي حاجه عظيمه دار فهمتي كيخرج لك شي فاكهه ماشي في وقتها ولا رغم ان هذا امر يعني كيف ما كيقول على لسان الدكتور محمد احسين والناس المتخصصين في التغذيه راه غير صحي لان الجسم
كيحتاج المواد معينه في اوقات معينه. اصلا بركة علينا غير بزاف ديال المنتوجات اللي كاينه دابا في السوق كتبع، حنا ما بقيناش كاع كنعرفوا واش وقتها ولا ماشي وقتها، وليت كتبان لنا العام العام كامل كنشريوها حتى حنا مثلا نعرفوش زعما واش كاينه ولا لا. ففقط الا كنتي غتحتفظي بها زعما بغيتي تفوت واحد الفصل ولا كذا فهذا غير صحي، لان مثلا الليمون كاين في البرد خصو يتشرب في البرد على فيتامين سي على كيقاوم البرد. الله سبحانه وتعالى عطى كل حاجه في وقتها لحكمة في ذلك. إلا مثلا في هذا الفصل إلا بغات تحتفظ عليه يعني، ولكن في الفصل ديالو نيس مثلا، ولكن بغات تشري كمية كبيرة وتحتفظ عليها بلا ما تبقى غادا جاية مثلا السوق. رغم كذلك كنقولوا أن الحاجة اللي كتكون طرية كان أفضل من الحاجة اللي كتكون في الفريغو، ولكن غنعطيوها الطريقة بحق ما تحتفظوش على داك الشيء مدة عام. لا هي ما غيكونش مدة طويلة. تلقاي داك الفريغو الكبير ديال الحانوت عندي أنا ما تدويش عليه. يعمروا فيه. عندي ما تدويش عليه. وانت عندك مدرسه مع دوره حسي هذاك مينا انا عاد فكرت منقد هذاك المنقد ناري رائع كيما كتتلف لك ما كتلقاي ما تطيبي كتحليه ضروري كتلقاي الضياف على غفله هو داك كتلقاي لايحه فيه دجاج لا انا ديما دجاج الحوت الكلامار الكروبات فيما تلف لك داك الشيء تلقاي عندي في المجمد يعني لازم قطع قتلهم من كان الشتا كانت العاصفه ما كاينش الحوت تلقاه في الكونجيلاتور ايوا مهم هو غير صحي ولكن سيدي بحال كتخدمي به في المدرسه ماشي مشكل. انا عطيو طريقه باش نحافظوا عليه. دابا علاش بغاو يحتفظوا هاد الناس بزاف بيني وبينك علاش كيحتفظوا بهم في واحد الوقت اللي اغلبيه كنبغيوه في رمضان، لان ملي كيكون الصيام كتبدا النفس كتشهى والعين كتشوف وكتبدا تشوفي فكتقول تيان ورجع عندي في المجمد هذيك الفاكهه نديرها بحال كنطحن العصير. هذا هو السبب الاكثر علاش الناس كيبغيو يحتفظوا بهذا النوع ديال الفواكه. اذا حبيباتي نعيمه باش نحتفظوا بعصير البرتقال، اول حاجه البرتقال كيولي مر ملي كي مرار يعني الا ما عرفناش طريقه الاحتفاظ ديالو صحيحه كي مرار مخا تعصريه وديريه في المجمد كيولي اشكاليه بانه كيولي فيه مذاق ديال المروره. فاحسن طريقه باش تحتفظي بها هو عصير الحامض. الوقت اللي كنبغيو الحامض هادي اسهل لان ملي كتبغيه كتجبديه بسرعه. هو البرتقال الا بغيتو انا شخصيا بعد ساعات كنشدو كنغسلو مزيان وكنديرو في بلاستيكات وكنديرو في المجمد هكاك بالقشره ديالو، اولا كناخذ بحال دابا النص بحال دابا جبت 10 كيلو ديال الليمون النص كنقشره والنص كنخلي بقشرته. علاش؟ لان كاين واحد الوقت اللي كنحتاجو لعصير البرتقال بسرعه كنجبد برتقاله جوج منقيين وحده بالقشره ديالها كنقطعهم وكندير في ميتروت الماء وكديري فيهم السكر وكطحني وكتصفي وكيولي عندك عصير البرتقال. او اسهلهم واحسنهم هي كناخذ كيلو ديال كيلونز ديال الليمون. خذي كيلونز ديال الليمون حكي لها القشره ديالها في الحكاكه الرقيقه غسليه مزيان. دائما كنقول لك الشيتا ولا الحلفه اللي كتكون جيده خاصه غير بالخضر ولا بالفواكه هذيك اللي كنحكوها مزيان كنجيبوا القشره ديال الليمون كنحكوها في الحكاكه الرقيقه بعد ما تغسل من بعد ما تنشف وتقطر مزيان كنحكو في الحكاكه الرقيقه وكنضيف عليهم كنحك وكنعصر هذيك القشره ديالو كنحك الحكاكه الرقيقه وكنعصر داك الليمون. اذا هنا ما غنشريش الليمون ديال الماكله غنشري غير الليمون ديال التعصير. ملي كيوصل الثمن ديالو ناقص نشري بكميه كبيره ونصوبوه كنحكو القشره ديالو كنعصروا داك العصير ديال الليمون وكنضيف عليهم بكيلونس ديال كيلونس ديال البرتقال. يعني شريتي كيلونس ديال الليمون كتزيدي عليه كيلو ديال السكر. ودائما كنقولوا الليمون اللي فيه العصير يعني اللي خاص بالعصير يكون فيه الكميه ديال الماء كثيره. فكنحكو ديك القشره وكنعصروا وكنضيفوا عليه كيلو ديال السنيده كنخلطوا العصير ديال البرتقال مع القشره ديالو مع السكر في واحد البانيو كبير ولا واحد الصلاديغ كبيره وكنبقاو نحركوا بواحد مغرفه ديال العود مغرفه ديال العود كنغطيه وكنديروه في الثلاجه كنخليه مده ديال 8 ساعات. نحاول نديروه في الصباح وفي العشيه عاد نصفيه. كل ما حليت الثلاجه كل ما كنحرك. ولكن بيني وبينك نعيمه نتوما في ديك المنطقه ديال افورير البارد بلا ما ديري في الثلاجه بيني وبينك حطي حبيبه ديالي غير تحت شي سرجم في الكوزينه ديالك وخليه غير ما يقربش البلاصه اللي فيها السخونيه. يعني ملي كتقربي البلاصه اللي فيها السخونيه كيمرار. فنبقاو نحركوا. انا شنو اللي مهم عندي حتى الا كنتي جالسه وشاده التلفزيون وحدك التلفزيون خذي مغرفه العود بقيت تحركي لان المهم هو ديك السكر سنيده تذوب. السنيده خصها تكون دايبه تولي غتلاحظي من بعد ما غدوز من الصباح حتى العشيه غتلاحظي بان العصير ديالك تقال ولا داك الليمون ثقيل ولا شكل السيرو. فكنصفيو في واحد الزيف ديال حياتي كنصفيو في زيف ديال حياتي القشره ديالو كنحتفظوا بها بطبيعه الحال
كنحتفظوا بديك القشره ديالو كنحتفظوا بها في واحد العلبه نديروها في المجمد كتبقى كمنسم يا اما للصابلي يا اما للكيك يا اما للبهله يا اما لاي انواع ولا غريبه اي انواع ديال الحلوه كنضيفوا فيها واحد المعلقه من داك القشور كيكونوا معسلين بطبيعه الحال والعصير ديالو كتاخديه كديريه في قراعي كتسدي عليهم كديريه في المجمد الوقت اللي تجيتي العصير كتجبدي القراعي ديال كاس منهم ديال العنبه في طرو ديال الماء كديري كاس ديال العنبه كتخويه وكتزيد عليه طرو ديال الماء يكون بارد وكيولي عندك عصير البرتقال بالسكر ديالو بكل شيء ديالو طبيعي بالصحه والراحه يعطيك الصحه ناخذ اتصال اخر اذا سمحتي شكون معنا السلام عليكم ام ادم ام ادم اتصالاتكم على 0522-1030-1030 أو 0522-1030-0536 كان معايا كذلك سؤال ديال السيدة بهيجة كانت تصلت بيا شي يومين ثلاث أيام هذه قالت لي بالله عندها واحد المول ديال الكيك اللي هو ديال الضو وبغات مقادير ديال لي كيك صغار واش كاينين ولا تجيبيهم لينا ولا لا نجيبهم لك لان هذوك عندهم مقادير ديالهم خاصة خاصين كيف داير هذا المول؟ ذاك المول اللي كيكون هو داير بحال الآلة ديال البانيني أيه؟ شي آلة البانيني في حالها تماما وهي فيها لي كيك صغار في وسط منها هي الكيك ديالها كيكون ناشف كيكون يعني داير ماشي كيك ديالنا بحال ديالنا خفيف ونثقب من الداخل لا كيكون الكيك قاصح شويه كيكون ثقيل حتى العجين ديالو كيكون ثقيل في الطريقه ديال الحده ديالو انك تحضر بالزبده ما كيتحضرش بالزيت من طبيعه الحال انا ما كنستعملوش بزاف فبالتالي ما كنحفظلوش المقادير ديالو يعني اغلبيه الاشياء كتلقيني حافظه لها المقادير ديالها ولكن هذاك الكيك لان كيطيب بالضو فبالتالي ما عمري كنستعملو بزاف اتصال ديال فاطمه السلام عليكم عليكم السلام الو الشيف ودريا ديري حبيبتي كديرة لاباس عليك الله يطول لي عمرك لاله الله يحفظك بين جيك مبروك الزيت اللي درتي الله يطول لي في عمرك ربي يحفظك بغيت نقول لك الله يخليك بغيت رغيف ديال مقليين في الزيت ومطفيين في العسل واخا خاويين حبيبتي من الداخل لاله فاطمه بلاتي اختي نوجد ورقه وسير الله يخليك واخا فاطمه بغيتيهم عامرين بغيتيهم عامرين ولا خاويين من الداخل؟ لا بغيت غير رغيف يكونوا عاديين ومقليين في الزيت مقليين في الزيت واخا مرحبا واخا كل فرح هالكيلية معيدة ولكن الداد أمينة وهما الداد شاش كنديروا من العيد لعيد صافي الداد يا أختي فين مينة عرفتي ديك ديك التقرميشة ديالهم نعم فاطمة عطيني عافاك المقادير تخلي معايا سمعينا من الراديو واخا واخا يلاه سمعينا من الراديو شكرا لك قلت لي كنديروا مره في العيد وتيكون فيهم هذاك اللون شي يديروا فيهم الزعفران ضروري باش يجيو هكاك صفرين اش كيتبغى ذاك اللون والرائع فيهم ملي كترشي عليهم شويه ديال الزنجلان من الفوق يدي 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 عرفتي اش كنديرهم كنديرهم غير قد هكا صغيرين باش كناكلهم وحيده في خطره مهرمشين رائعين يلا نعطيهم يلا حبيباتي اذا غادي ناخذ بلاتي هي تاخذ ورقه وستيلو لفاطمه باش تقيدهم معنا اذا حبيباتي يلا تأمين تاخذ ورقه وستيلو يلا اذا غادي ناخذ نص كيلو ديال الفورس بلاتي رغيف العيد مازم امين حيت معلقين عندنا بالعيد هادي بدي العيد ديالها الراسه بصحتك لاله فاطمه اذا حبيباتي غادي ناخذ نص كيلو ديال الفورس يكون الفورس اللي يكون زوين يكون ماشي داك هذاك اللون ديالو ابيض غادي ناخذو غادي نديرو فيه في الجنب ديالو يعني في جانبا دائما كنقولو الخميره ديال الحلوه كتكون جانبا فغنستعملو جوج خمارات لان عندنا نص كيلو ديال الدقيق غادي نستعملو جوج ديال الخميره ديال الحلوه جانبا في الجنب ديال القصعه غادي نستعملو بيضه غادي نستعملو معلقه صغيره ديال نص معلقه سمحوا لي نص معلقه صغيره ديال النافع مطحون غادي نستعملو معلقه ديال السنيده معلقه صغيره ديال السنيده غادي نستعملو الملحة العادية ديالنا وغادي نستعملو نص ضامة ديال الزعفران أو ملون هي تعطيك اللون تعطيك المذاق فاللي ما بغاش صراحة اللي ما بغاش كيدير شوية ديال الزعفران حر في الماء كيذوبو وكيستعملو يعني اللي ما بغاش لا نص ضامة ديال الزعفران ولا هادي كيستعمل شوية ديال الزعفران حر ديريه في الماء بارد عرق ما يجيش لا غيعطيك واحد النكهه مجهده غادي نستعملوا خمسه اربع حتى خمسه المعالق كبار ديال ماء الزهر ياك وكناخذوا زائد كنزيدوا فيه واحد الحاجه زوينه اللي بزاف اللي كتجيهم زوينه معلقه كبيره ديال الحليب بودره كنستعملوا جوج معالق كبار ديال الزيت المائده باش كيخفوا لنا العجينه كتجينا سهله في العجينه وكنستعملوا معلقه صغيره ديال الزبده الملح كنستعملي الملح شويه ماشي ناقص عاوتاني غير قبيصه ولكن ندير شويه مليحه
باش كتلدو ما نديروش غير مسوس هكاك لا ديري بحال اللي غتصاوبي مسمن العادي ديالك صافي وكنعجنوه بالماء ما يكون عادي غير من الروبيني كنعجنوه كنجمعوه العجينه تكون مرخوفه شويه كل ما طلعت العجينه مرخوفه كل ما غتعذبكش في الطليق ديالها غادي نغطيوها ونخليوها ندهنوها بشويه زيت ونغطيها ونخليها كترتاح مده ديال نص ساعه كل ما ارتاحت كل ما العجينه تعطيني الطعم في الخدمه ديالها غادي نقطعها ولا نقج العجينه ونديرها كريسات صغار على حسب واش بغينا هما بيني وبينكم الرغيف ديما كيكون الحجم ديالهم صغير كيكونوا مربعات غير صغيره يعني على قد الكف ديال اليد فكنقطعوهم وكنغطيوهم بواحد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق بيد من وجدتي الزيت وبيد من سخنتي العسل لانه ما كيبغيو يطفوا في العسل وبيد من نقيتي شويه الزنجان وحمرتيه لان ضروري تحمر الزنجان اللي غترش عليه من الفوق كناخذو كنبداو زليفه ديال الزيت وكنبدا كنورقو في القصعه ولا في البوتاجي ولا في سينيه في هذه اولا فلاطا ديالنا كنبداو نورقوه وكنطويوه دائما الوسط ديالو كندهنوه غير بشويه ديال الزيت وكنطويوه عادي على شكل مسمنه عاديه بحال اللي كطويوه على شكل مربع كطويوه من هنا ومن هنا ما كديرو في وسط منه حتى شي حاجه فهي الخميره اللي فيه غتحلو من الوسط ملي غيبدا يتقلى غيتحل من الوسط نصيحه حتى كتكملي ديك العجين كله كتربعيه كديري على طلقيه وديري مربعات عاد بدا يتقلي ما تقليش من الاول فهي حاجه اخرى ملي تكونوا كتورقوه ورقوه تيولي شفاف تولي تبان لك ديك البوتاجي كيبان ولا القصعه كتبان نحاولوا ما نقطعوهش غير بشويه دائما باش ما نقطعوش العجين ديالنا وحنا كنورقوه سواء في المسمن اولا في الملوي ما نتكيوش الاصابع ديالنا يعني ما نوصلوش ديك البلايصه اللي فيها الدفران فنبسطوا بالاصابع ديالنا نبداو نطلقوا العجينه بشويه بشويه ودائما العجينه كل ما كانت ترخفات لكم يعني ملي تقطعوها كل ما تعطيك الطوع يعني كل ما ترخفات كل ما تعطي الطوع ثاني تقطعها ممكن ما تخليش 10 دقائق ممكن تخليها حتى ل 20 دقيقه صافي وكنديروها ما نقدرش غير نشري العسل بحال ممكن تخرجيه من هذاك كاين حاجه اخرى عاوتاني كنديرها انا ملي ما كنبغيش نطفيهم في العسل كنقليهم دائما ملي كتكملوا المربعات هما ما كيرجعوش يتقرصوا لا هما كيبقاو في داك الحجم ديال المربعات ديالهم ما تقرصوش بيديكم هزيهم حطيهم في مقله اللي يكون فيها حمام زيت ولا طنجره ولا كاسترونه ولا شي حاجه كبيره اللي غارقه شويه فيها الزيت طبيعي حداك الزيت ما كنعاودوش نرميوها كنصفيوها كنخليوها عندها دائما احتفاظ بزيت كيبقون في الثلاجه في قرعه وكنبداو ملي كنخرجوهم من زيت اما نطفيهم في العسل اما كنديروهم في كسكاس ولا في شبكه كبيره وكناخذوا العسل اللي يكون شويه دافي ماشي سخون بزاف دافي شويه طبيعه الحال منسم بشويه ديال الزهر كتبداي كتخويه عليهم العسل داك العسل الزايد بسرعه لانه ما باقي سخون فبالتالي ما غيشربوش كميه العسل كبيره فديرهم كسكاس خوي عليهم العسل ديري واحد 4 ولا 5 وخوي عليهم العسل من الفوق وخلي داك الزوائد ديال العسل كتهبط عوض ما تطفيهم اللي كيبغي يطفيهم فكيحتفظ بهم مده كبيره لان كيبقاو هما ملي كيطفوا في العسل كيبقاو مده طويله كيبقاو محافظين على القرمشه ديالهم فيا اما هكذاك الزوائد هكا كتهبط خوي غير العسل هكا من الفوق عليهم خلي داك يشربوا داك شويه وما تبقى راه غادي يهبط لك في الشبكه صافي وكتهزيهم بعد ما كيقطروا مزيان كتستفيهم في واحد العلبه هما ما كيبغوش الثلاجه ما كنحتفظوش من الثلاجه كيبقاو بين 3 ايام حتى الاسبوع يعني داك 3 ايام الاولى كيبقاو مقرمشين مزيان يعني بغينا بطبيعه الحال ما بغيناهم نحتفظوا بهم مده اطول حتى الاسبوع من الاحسن في المجمد كتجبديهم كتخليهم يترخفوا واحد 10 دقائق وكتناوليهم كتلقيهم باقيين مقرمشين كتقدميهم طبيعه الحال مزينين بشويه ديال الزنجلان بالصحه والراحه الله يعطيك الصحه كانت هذه الوصفات ديالنا بصحتكم وراحتكم وغتلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك اسره سوق شدايف شكرا لك الشيف ودليل شكرا امين امناتي وان شاء الله يا ربي مرحبا بكم غدا غادي تلقاو النمره ديال التليفون ديال السيده اللي هذا او اتصلوا بيا انا باش نعطيكم العنوان ديال المدرسه مرحبا بكم